والاختبارات الصعبة أيضا بالنسبة لكل فريق ولكل مدرب. والبوت من جانب الاتحاد وعبد القادر عمراني من جانب الوفاق. كرة لمصلحة الاتحاد وبن موسى في التنفيذ، كرة ثابتة ملعوبة من هناك، محاولة راسية والهدف الأول للاتحاد. الشافعي يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس اختارية في الدقيقة 13 من المرحلة الأولى براسية ممتازة وكرة من بن موسى في مرمى الحارس اختارية يفتتح باب التسجيل، يمنح طعم آخر لهذه المباراة. الفرحة الكبيرة من جانب أنصار الاتحاد فوق المدرجات. شافعي على الصورة والراسية الممتازة سنشاهدها هي بالعرض البطيء، خروج خضيرية الأسبقية لشافعي.